وللحديث أكثر عن ظاهرة الهجرة العكسية للنازحين في العراق بعد غلق المخيمات، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أهلا بك معنا سيد ضياء. أهلا ومرحبا بكم، تحياتي. أهلا بك سيد ضياء. يعني أوضاع النازحين في العراق أشبه ما يكونون في معتقل كبير، أيضا كما وصفت، يعني هذا الوصف أطلقته منظمات حقوقية عالمية. برأيك لماذا هناك حركة للنزوح العكسي يشهده العراق الآن؟ حقيقة هي واجب الحكومة أن توفر لمواطنيها كل وسائل العيش، ليست بصيغة جزئية وإنما بالأكمل. يعني تدرس خطة الناس النازحين أو حتى الموجودين في المخيمات، العناية الموجودة فيهم هي عناية بسيطة وليست العناية بالصيغة المعنية كإنسان يستحق العيش في هذا البلد. الحكومة العراقية تخلت عن هذا وتريد في حالة النزوح أو ترجيع العراقيين إلى أماكنهم سكنهم، ولكن بدون دراسة وبدون تخطيط وبدون وعي أنه هذا النازح أو العوائل النازحة تحتاج إلى وسائل أنه ممكن أن تعيش بالمناطق التي نزحت منها. هل يوجد لهم سكن؟ هل توجد مدارس؟ هل توجد الوسائل الصحية الموجودة؟ هل توجد لهم أعمال ممكن يعملون هناك؟ هل تتوفر لهم كل هذه العملية حتى ممكن أن يعيدون هاي اللاجئين إلى مناطقهم التي نزحوا من عندها بالإجبار أو بالغصب أو تحت الحرب أو التهديد الميليشياوي؟ هذا كله العتب والإشارة إلى الحكومة العراقية. الحكومة العراقية بدأت بالإجبار العراقيين بترك أماكنهم بعد أن قصفت هذه الأماكن وهربوا كثير من الناس إلى الملاجئ، وهذه المخيمات لا توجد بها وسائل الراحة ولا توجد بها الوسائل التي يمكن يعيش بها الإنسان كإنسان في هذه المناطق. مع الأسف نحن نرى من الحكومة العراقية وتخلت عن كثير من هذه المسائل لأسباب عدة، منها الأسباب السياسية والوضعية الأمنية والإشارة المنظمات الإنسانية الموجودة في العالم وزيارتها لهذه المخيمات وكتبت عن الانتهاكات لحقوق الإنسان بصيغة غير منصفة للعراقيين الذين يعيشون في تلك المخيمات. مع الأسف أنه الحكومة العراقية هي عاجزة عن توفير أبسط وسائل العيش في المناطق التي خرجوا من عندها وفي المناطق الذين يسكنون فيها بالوقت الحاضر. النزوح العكسي الذي حدث بالآونة الأخيرة حقيقة أمر شرعي، لأنه أتوا إلى هذه المناطق إلى ديارهم، لا يجدون سكن، لا يجدون مسائل صحية، لا توجد مدارس. يعني وزيرة هذه المشاكل هي المفروض من الحكومة العراقية أن تحل. نعم سيد ضياء، يعني وزيرة الهجرة والمهجرين في حكومة الكاظمي اعترفت فعليا بعملية النزوح العكسي وبررت ذلك بنقص الخدمات. السؤال هنا إذن أين تذهب المخصصات لمخصصات المدن المنكوبة في ظل اعتراف وزيرة الهجرة والمهاجرين؟ حقيقة نحن نعلم وكثير من الإشارات حتى في المواد الغذائية التي تبعث إلى المخيمات هي تذهب إلى جيوب الناس المشرفين على هذه ومن ضمنها الأحزاب السياسية المتحكمة في العراق. هذه جزء من السرقة الغير شرعية من قبل الحكومة، طبعا بالتأكيد لأنه بعلم الحكومة وهذه المؤسسات الموجودة التي تسرق أموال الشعب هم موجودين في الحكومة إذا كانوا نواب وإذا كانوا أحزاب سياسية مسيطرين على هذه الوزارة وتلك الوزارة. هذه من جهة، ومن الجهة الأخرى الذي يعانون منها النازحين، بدأت الدول العالم تصرف مبالغ كبيرة لأعادة الإعمار في المناطق المنكوبة.
هذه إعادة الإعمار لم تبدأ إلا من قبل المواطنين نفسهم. الحكومة العراقية لم تدفع للمواطنين مبالغ حتى يتمكن من إعادة بناء المسكن ماله، بناء الموقع ماله الذي كان يعمل فيه. هذه الحكومة هي يعني مع الأسف هي حكومة مسيرة وليست مخيرة، أنا أقصد مسيرة من قبل إيران. وهذه السرقات التي تبدأ هم يبدأون بها ويسرقون أموال الشعب العراقي. هذه خطة مبرمجة بتدمير البنية التحتية في جميع أنحاء العراق، ليست فقط في المناطق الشمالية من العراق وإنما وسط وجنوب العراق أيضا متضررة من هذه الأعمال، أعمال السرق والنهب. نعم سيد ضياء، هناك من يرى من المراقبين أن ملف النازحين تحول من ملف إنساني لربما إلى ملف سياسي، هل تتفق مع هذا أو هذه الرؤية؟ نعم بالتأكيد، لأنه هذه الرؤية واضحة، لأنه قروب الانتخابات واستغلال هذا الانتخابات واستغلال الموقف السياسي المربك وعدم سيطرة حكومة الكاظمي على الوضعية السياسية بأكملها أو العملية السياسية بأكملها، ونحن نعلم يصدر قرار واليوم الثاني يلغي هذا القرار بعد التهديدات التي تأتيه من هذه الأحزاب والميليشيات، وهو حقيقة هو أسير تحت هذه الضربات أو هو جزء من عندهم. إحنا ما نريد نبرئ الكاظمي من العمليات الإجرامية والانتهاكات لحقوق الإنسان بالعراق، هو جزء من هذه العمليات، جزء من عمليات التعذيب التي تدور تحت إشراف الحكومة العراقية وبسجون الحكومة العراقية. إحنا نتكلم على حالة إنسانية، حالة انتهاكات لحقوق الإنسان لمصلحة السياسيين الموجودين يطرقون هذه الباب وتلك الباب لمصالحهم الخاصة حتى يبتغون للوصول إلى ما هم يريدون أن يبحثون عنه، وهي سرقة أموال الشعب العراقي. ما أثر يعني هذا التحول من ملف إنساني إلى ملف سياسي؟ ما أثر هذا التحول على ملف النازحين؟ حقيقة التحول من ملف سياسي إلى ملف حقوقي إنساني يتبع المنظمات الدولية، هذه طامة كبرى، لأنه النازحين ليست لعبة بيد السياسيين. النازحين هي حالة استثنائية، هجروا من مناطقهم بحالة استثنائية ويجب العودة وكيفية العودة. حينما يتخذون السياسيين الموقف السياسي اتجاه هذه المجموعة من البشر الموجودين المنكوبين حقيقة، المتضررين مباشرة من العمليات والعمليات السياسية الموجودة داخل الحكومة، هي هذه الطامة الكبرى. نعم، إذن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، كنت ضيفنا عبر سكايب من فيينا، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا ومرحبا.